اليوم فيه حملة تحسيسية خصصنا فيها مركبات نقل المسافرين. انت كسائق مركب نقل المسافرين الخطة تاعك من شدالة لبويرة، علاش نتوما راكم تدخلوا طريق السيار وعاودوا تدخلوا المحطة. دونك انت كسائق واش لازمك؟ لازمك ترقد مليح، ترقد مليح باش الصباح تكون اون فور، باش تقدر تتحكم في الحافلة تاعك. راه عندك شحال من بلاصة؟ عندي 45 25. هذا كامل راه تحت المسؤولية تاعك كسائق، هذه المسؤولية تضاعف عليك. واش لازم لك انت؟ كما قال زميلي تاعي، الراحة واحترام قواعد المرور. واضحة سهلة، كون طبقوها كلشي سهل. عدم الإفراط من السرعة خاصة في أوقات الذروة قبيل الإفطار، ديك ساعة نص ساعة. المسافة الأمنية في شهر رمضان برك، السواق نتاع نقل المسافرين انا نقول باللي راهي دركا راهي في رمضان، في رمضان الغاشي مخصوص هكذا، وكاين المناوشات الخدمه مخصوصه. انا نطلب نورمالمون من مديريه النقل في شهر رمضان تدير تنقص الكيران، ما يخدموش كيف كاع. مخطط شهر رمضان نظمت امن ولايه البويره رفقة الشركاء حملة توعوية تحسيسية منذ بداية الشهر الفضيل، واليوم رانا متواجدين بمحطة عقول محمد، المحطة البرية عقول محمد، من أجل تحسيس سائقي مركبات النقل الجماعي المدى الطويل وكذا ما بين البلديات والحضري. قمنا بتوعية السواق فيما يخص النوم المستمر دائما، وكذا عند التنقلات الطويلة أو ما بين البلديات أخذ قسط من الراحة ربع ساعة وعشرين دقيقة، احترام قواعد قانون المرور، ركزنا لهم على السرعة الساعات الأخيرة قبل الإفطار، عدم استعمال أجهزة الإلهاء كالهاتف النقال أو الموسيقى الساخبة وإلى آخره من الأجهزة التي تلهي السائق عن القيادة. بما أن السائق يمثل نسبة كبيرة أكثر من 90% هو السبب من حوادث المرور، وزيادة على ذلك في شهر رمضان يكثر التعب، السهر، قلة النوم، قلة التركيز من المنبهات قهوة أو تدخين، لذلك أن السائق إذا كان غافلا أو إذا كان لا يحترم الشروط التي تجعله قويا أو ذو لياقة جيدة للسياقة في المركبة فإنه يتعرض للنوم أو للغفلة كثيرا. بمناسبة هذا الشهر الكريم شهر رمضان قمنا ببرمجة حملة تحسيسية توعوية لفائدة سائقي الحافلات وسائقي سيارات الأجرة بمشاركة السلطات الأمن الوطني والدرك والحماية المدنية وبعض الشركاء الجمعيات. قمنا بتحسيس السائقين في هذا الشهر الكريم، وخاصة يعني قمنا بتوعيتهم بعدم كما نقول لك السهر لإتمام عمله في أتم في ظروف جيدة على كل حال، ويكون في وعيه التام.